داكشي ولا غالي علينا بزاف، والبهايم مضروره بزاف، البهايم ضرت عندنا بزاف، والنعجه كدير غير 3000 ريال 2000 1500 60 درهم كاع، الا غلات النعجه كدير كاع 26000 فرانك، وكيقهرنا المازوط، المازوط عندنا غالي في الترونسبور ديالنا، المازوط قهرنا وغالي علينا بزاف، والشمنة شتا قليلة ما كاينش تاش هاد العام، كاين ضرر كثير، والفلاحة في البادية تقهروا. وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يبدل شي ساعه احسن من هذه، دائما قلع السراغنا جاي قنيطره باش ندير العلف. دابا داير حتى 2 درهم و50 3 دراهم. شحال كان من قبل؟ كان عيب درهم و20 درهم و40. زاد طلع واحد الثمن كبير. طلع ثمن كبير بزاف. بالنسبه للترونسبور؟ الترونسبور اللي عندنا ولا كيطلع لنا بواحد التكلفه غاليه بزاف. 3000 درهم في الفياج باش يطلع لنا مازوط. زاد شي 50000 فرانك. 50 فرانك حتى 60 فرانك اللي تزاد عندنا في الترونسبور ديالنا، تاثر بزاف على اصحاب الباديه وعلى اصحاب هذا، كتاثر بزاف. الفلاح مضروب كيعاني بزاف من ناحيه الجفاف، كيعاني من الاثمنه ديال الماشيه هبطات بزاف، ومشاكل في الباديه كثيره، ماشي يتمشوا على حساب الشتاء، وكيطلبوا من الله تكون شي معاونه من الدوله وتكون شي هذا، ضروري شي تحرك من الدوله. النقل احنا عندنا النقل ديال المشكل ديال النقل، وعندنا المشكل ديال الاثمنه طلعت بزاف، ولات كيخصك راس مال كثير، وراس مال ما ضعيف ما كاينش، والفلاح المهم الفلاح ضرب بزاف، عندنا حنا المهم عندنا هو الفلاح، هو اللي ضرب بزاف، داك الناس اللي كنبيعو نشريو معاهم ضروا بزاف،